حوالي 3-4 خدمة هناك، كل يوم تعبانين في حكاية الفاجئة دي. ودي هذه أكثر من 25 يوم الأرض عطشانة وما لقيتش البابور، زي ما أنت عارف التكاليف وكده، والكراوة اللي منكروها ورا البابور، وكل يوم شغل ولد معنا البلدية بتاعت الماسورة قبلي نهض على كده شربنا فيها الموز، وامبارح هكذا لا نطفو فيها برضه مسدودة حوالي ما نفتح فيها ما نجيب مية بالعافية يعني. وما ملحمش للبابور ولا للمكنة بتاعي. دي أكتر من 20 يوم هاي المية مجاشة، والزرع كتل وما عارفين نحن نروح لمين، أصحاب البابور وما يقولنا احنا نعملكم مية، والماء ما جاش اصلا ما وصلش الزرع. راجل معاي نص فدان هني الشامي ومتاجر اجار وبدفع له فلوس، والله العظيم يعني هو ربنا اللي يعتني. فكتل من العطش على كده، ودينا حتى البابور ادينا حلينه لو ماخذه، وقاعد على كده وما فيه ميه ولا فيه اي حاجه ان كان، وقاعدين ادينا على كده قبال الميه وما ينفعش. طيب الزرع ديتي كده اهو كتل، طيب قلت قلت العطش نعملوا يا طيب، وما حدش مدور علينا ولا حد سائل فينا ولا مفكر فينا حد. المي ما وصلنيش لي اكتر من 15 يوم، ورحنا كلمت رحت المكتب الفتش الري المسؤول على المي، قال المي مش هتجيكم الا بعد 15 يوم، والزرع هنا منتظرين اكتر من شهر ما دخلتش مي، وهو قاعد ستك شايفه بملحه وقتلان عطش. رحنا احنا للسيد المحافظ اكتر من مرتين، المحافظ قال ما هتصلكم ما تروحوش اي مطرح انا مسؤول به. على بالنيابه كلام المحافظ معايا بالتليفون امبارح، قال لي الصبح الساعة 10 الصبح تصلك المية، ما يتكش المية يرن عليك. كلمته الصبح الساعة 10 قلت له ستك يا باشا مفيش مية جات، قال لي طب اديني ساعتين المية هتجي، ساعتين برضه المية ما جاتش. طب انا اروح فين من زرعين؟ المزارعين دي انا متهماني انا وعاد اشتكيني وودتني عاد الدين النابي، طبعا لهم كم واحد من زرعين وبابوري انا متحمل بيه مسؤولية، الزرع ده يبلغ من المية ده انا ولا فدي معايا باب ما افتح منه ولا معايا بحاري ما بقول افتح لي، ده في جهه حكوميه هي مسؤوله بيه، وما تحملش اي اتلاف انا لما اكون في هذا الزرع. وقال لك الزرع على الطبيعه.